السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سعدت بلقاء الحبيب أستاذ وكيل العراق أستاذ أبو مصطفى رائد عطار. واليوم إن شاء الله راح نعمل التجربة اللي هي الروح العصير عصير مورينزيا العصير الطبيعي الفاخر الاستوائية. هذا دليل على انه عصير طبيعي. طبعا استاذ رائد قاعدين شرب نص بطل مورينزي تحدي اخر دقيق. الله يبارك ابو مصطفى الله يبارك. الف عافيه عجي الف عافيه. صح انكسرت قاعده لازم. جزاك الله خير ابو حنيفه. شو تحب توجه الفريق الخير العطاء ابو مصطفى بعد هاي اشربوا عصير مورينزي الله يقويك. هاي كل الفوائد. جزاكم الله خير.